السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن خبر انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وهو خبر جواز الفنانة المعتزلة هدى رمزي للمرة السابعة من فنان شهير في عيد الفطر المبارك. هنعرف حقيقة الخبر ده وهنعرف التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. تعتبر الفنانة هدى رمزي واحدة من أجمل الفنانات اللي ظهروا على الشاشة، ورغم أن مشوارها الفني ما كانش طويل، لكن حياتها امتلأت بكتير من المواقف المثيرة، وبسبب جمالها اللافت للنظر اتجوزت مرات كتير، لكن فجأة قررت الاعتزال وارتداء الحجاب وأنها تتفرغ للعبادة. لكن من فترة قليلة بدأت تنتشر صور جديدة ليها بعد غياب أكتر من 27 سنة عن الشاشة، وتفاجئ الجميع أنها قررت تتخلى عن الحجاب. ورغم أن سنها كبر، لكن في الساعات اللي فاتت انتشر خبر أشعل السوشيال ميديا كلها، وهو جواز الفنانة هدى رمزي بعد فشل جوازها 6 مرات قبل كده. والخبر قال أن هدى رمزي قررت أنها تخوض تجربة الزواج للمرة السابعة، ورغم أنها من مواليد سنة 58 وعندها دلوقتي 64 سنة، لكن الخبر اللي انتشر من ساعات قليلة أكد على جوازها من فنان مشهور بعمر 60، وأنه كان السبب في أنها ترجع للظهور مرة تانية بعد غياب السنين دي كلها، وهو السبب برضو في أنها تخلع الحجاب. لكن بالبحث اتأكدنا أن كل الكلام ده مش حقيقي ومجرد إشاعة سخيفة. أصلا الفنانة هدى رمزي خلعت الحجاب من أكتر من 4 سنين من وقت ظهورها في حفل زفاف ابن المخرج أحمد السبكي، يعني قصة أن عريسها الجديد هو اللي خلاها تخلع الحجاب ده مش حقيقي. تاني حاجة، الفنانة هدى رمزي مش بتفكر في الجواز مرة تانية ولا بتفكر ترجع للتمثيل مرة تانية، وأن كل اللي شغلها دلوقتي أسرتها فقط. مع ظهورها في بعض المناسبات الخاصة كلنا طبعا عارفين أن ابن أخوها هو الفنان شريف رمزي، وكانت ظهرت معاه قبل كده في أكتر من مناسبة، بالإضافة لظهورها مع بعض أصدقائها الفنانين اللي لسه محتفظة بصداقتهم لحد دلوقتي. لكن قصة أنها اتجوزت من فنان مشهور أو بتفكر أنها تتجوز للمرة السابعة، كل الكلام ده مش حقيقي وإشاعة ملهاش أي أساس من الصحة. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.